السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في درس جديد من دروس معارف اللغات العربية بعنوان العطف. فما هو العطف؟ العطف هو التابع لغيره أي متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وبه فالعطف هو اتباع لفظ يسمى المعطوف للفظ آخر يسمى المعطوف عليه بواسطة حرف يسمى حرف عطف. فنقول جاء زيد ومحمد، فالمعطوف عليه هو زيد والمعطوف هو محمد، وحرف العطف هي الواو. وسميناه بالتابع لأنه يتبع ما قبله في، فنقول زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف، ومحمد معطوف على زيد مرفوع مثله. وحروف العطف 9 حروف، 6 منها وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم، وتفيد هذه الحروف 6 المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه. أما 3 الأخرى بل ولا ولكن فلا يشترط فيها المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه. وفيما يلي شرح لهذه الأحرف. الحرف الأول وهو حرف الواو، ونقول أن حرف الواو يفيد المشاركة نحو قولك قام زيد ومحمد، فالواو هنا كما ذكرنا تفيد المشاركة حيث اشترك كل من زيد ومحمد في القيام، في فعل القيام، في حكم القيام، إذ قام الاثنين. ففعل القيام اشترك فيه محمد وزيد لكن بدون ترتيب، فلا تقتضي أن يقوم الأول قبل الثاني أو أن يقوم الثاني قبل الأول. فإذا قلنا قام زيد ومحمد فيمكن أنهما قاما جميعا في وقت واحد في آن واحد، أو يمكن أن زيدا قام قبل محمد، أو أن محمدا قام قبل زيد. وبه فليس هناك دليل على الترتيب مع حرف الواو. وفي إعراب نقول قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف، ومحمد معطوف على زيد مرفوع بعلامة رفعه الضمة. جيد. والحرف الثاني وهو حرف الفاء، وحرف الفاء يفيد المشاركة والترتيب والتعقيب نحو قولك قام زيد فمحمد، وهنا الفاء تفيد المشاركة إذ اشترك كل من محمد وزيد في حكم القيام ولكن بوجود ترتيب، إذ إن السامع إذا سمع قام زيد فمحمد عرف أن زيدا قام قبل محمد، أي دخل أو قام يعني زيد الأول ثم تبعه محمد. ثم إن الفاء تفيد كذلك التعقيب أي التتابع في الفترة الزمنية لكن دون مهلة، أي في زمن قصير، فمحمد قام بعد قيام زيد بلا مهلة أي بعد فترة زمنية قصيرة. والحرف الثالث وهو ثم، ويفيد الترتيب لكن مع التراخي، معنى التراخي أي أنه تراخ في الزمن، وهذا معناه وجود فترة زمنية طويلة بين وقوع المعطوف
ووقوع المعطوف عليه نحو قولك قام زيد ثم محمد، فقيام محمد كان متأخرا على قيام زيد، وكان بعد حدوثه بفترة زمنية طويلة. أما حرف العطف أو فله معان خمس، فقد يأتي بمعنى التخيير كقولك تذوق عسلا أو سكرا، وهنا جاء معنى حرف العطف بمعنى التخيير بين تذوق العسل أو تذوق السكر. والمعنى الثاني وهو الإباحة نحو قولك جالس العلماء أو الزهاد، جالس العلماء أو الزهاد. فيقول علماء النحو في هذا أن الفرق بين الإباحة والتخيير أنه إذا جاء الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فهذه إباحة، فإن لم يجز الجمع بينهما فهذا معناه التخيير. وهنا في هذا المثال جالس العلماء أو الزهاد يصلح الجمع بين المتعاطفين، إذ يصلح الجلوس مع العلماء كما يصلح الجلوس مع الزهاد، وبه فأو هنا جاءت بمعنى الإباحة. وفي إعرابه نقول العلماء مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو حرف عطف، والزهاد فهو معطوف على العلماء منصوب مثله. وقد يأتي حرف أو بمعنى الشك نحو قولك قادم محمد أو زيد، ويعني الشك هنا شك المتكلم في الحكم، فيخبر المتكلم عن قدوم أحد الأشخاص محمد أو زيد وهو لا يعرف بالضبط من قدم، وكقوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهنا المراد الشك من المتكلمين لعدم معرفتهم عدد أيام أو كمية الوقت الذي لبثوه في الكهف. فالرواة هنا شكوا هل لبثوا يوما أو بعض يوم. كما قد يأتي حرف العطف أو بمعنى الإبهام نحو قولك حضر محمد أو زيد، فإن كنت لا تعلم من حضر من الاثنين فأو هنا كما ذكرنا سالفا تفيد الشك، أنت تشك في من حضر هل هو محمد أم زيد. أما إذا كنت تعلم الحاضر منهما ولكنك أبهمت على المخاطب فإن أو حينئذ تكون للإبهام، وكقوله تعالى وأنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ومعناه إن لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ويؤول المعنى إلى إن لما أقمنا من البرهان لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين. كما قد يأتي حرف أو بمعنى التقسيم كقولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو الفعل ماض أو مضارع أو أمر، وقس على ذلك. ننتقل إلى الحرف الخامس وهو حرف أم. وحرف أم له معنيان، المعنى الأول وهو أم المتصلة والمسبوقة بكلام يشتمل على همزة التسوية التي تجيء متوسطة بين جملتين خبريتين نحو قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سورة المنافقين الآية 6. والجملة الخبرية
هي في حكم المفرد، فهي مؤولة بمصدر، وتقدير الآية سواء استغفارك أو عدم استغفارك، أو استغفارك أو عدم استغفارك سواء. وفي هاتين الآيتين قد توسطت أم هاتين الجملتين الخبريتين، واللتان لهما معنيان مختلفين، استغفرت لهم ثم لم تستغفر لهم. ودخول الهمزة التي سميناها بهمزة التسوية دلالة على أنه يتساوى عندهم استغفارك لهم أو عدم استغفارك. وأم الثانية هي تفيد التعيين، التي تقع بعد همزة الاستفهام، نحو قولك أمحمد مجتهد أم زيد، فالهمزة هنا همزة استفهام، ويكون الجواب عن السؤال بالتعيين، فالسؤال هنا يكون جوابه بتعيين أحد الاسمين، هل هو محمد أم زيد؟ من هو المجتهد؟ هل هو محمد أم زيد؟ وليس بنعم أو لا. وفي إعرابها نقول الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومجتهد فهو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم أم حرف عطف، وزيد معطوف على محمد مرفوع مثله. والحرف الخامس هو من حروف العطف وهو بل، وله كذلك معنيان. المعنى الأول الإضراب، إذ وقع بعد كلام مثبت، نحو قولك قام محمد بل زيد، فهذا كلام غير منفي مثبت، أي أنك هنا أضربت عن الأول هو محمد، وأثبتت الثاني هو زيد. فمن الذي قام هنا؟ قام زيد ولم يقم محمد، فقد ضربنا عما سبق لنثبت ما بعده، الذي ضربنا عنه هو محمد، والذي أثبتناه هنا هو زيد، هو الذي جاء بعد حرف عطف بل. فعمل بل التي تفيد الإضراب تبطل ما سبق وتثبت ما لحق. أما بل الثانية فتأتي بمعنى الاستدراك، إن وقع بعد نفي أو نهي، نحو قولك ما قام محمد بل زيد، فمحمد هنا لم يقم في حين زيد قد قام، ومعناه إقرار النفي عن قيام محمد والإثبات القيام على زيد، وبه فتفيد بل الاستدراك بمعنى إقرار حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. فضد ما قام قام، وأثبتناه على ما بعد بل اللي هو زيد، أي الذي لم يقم هو محمد، والذي أثبتنا قيامه هو زيد. والحرف السابع وهو حرف لا، والذي يأتي لنفي الحكم الثابت لما قبله، فهي لا تأتي إلا في الإثبات، وأن يكون المعطوف مفردا، نحو قولك قام محمد لا زيد. فإذا قلنا قام محمد معناه لم يقم زيد، لكن لا تدل بصراحة على أن زيدا لم يقم. أما إذا قلنا قام محمد لا زيد، فهي صريحة في أن زيدا
لم يقل. فلا تنفي القيام على الاسم الواقع بعدها وهو زيد، وهي عكس حرف العطف بل الذي يفيد الإضراب. وحرف العطف الثامن وهو لكن، ومعناه الاستدراك، ويفيد إقرار حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. وتعمل لكن بشرط أن يسبق بنفي أو نهي، وأن يكون مفردا لا جملة. فنقول: ما مررت برجل جاهل لكن عالم، ومعناه أنك لم تمر برجل جاهل، والذي مررت به هو رجل عالم، ومعناه إقرار النفي أو إقرار نفي المرور برجل جاهل، وإثبات ضده لما بعده، أي أنك مررت برجل عالم. والحرف التاسع وهو حرف حتى، ويفيد الغاية والتدريج، ويشترط أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا ومفردا، وأن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف، نحو قولك: يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء جزء من الناس. وفي إعراب نقول: يموت فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، والناس فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. وحتى حرف عطف يفيد الغاية والتدريج، والأنبياء فهو معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. وكتجميع نقول: أن الواو تأتي للمشاركة، نحو قولك: جاء زيد ومحمد. والفاء تأتي للمشاركة والترتيب والتعقيب، نحو قولك: قادم زيد فمحمد، يعني قادم زيد هو الأول ثم جاء بعده محمد. والحرف الثالث وهو ثم، وتفيد الترتيب والتراخي، نحو قولك: قادم زيد ثم محمد، يعني قادم زيد هو الأول لكن محمد جاء بعده بفترة زمنية أطول. أو تفيد التخيير والإباحة والشك والإبهام والتقسيم، التخيير نحو قولك: تذوق العسل أو السكر، فخيرناك بين العسل والسكر. والإباحة: جالس العلماء أو الزهاد، بمعنى أنك مباح أن تجالس العلماء كما أنه مباح أن تجالس الزهاد. والشك نحو قولك: قادم محمد أو زيد، بمعنى أنك شككت في قدوم إما محمد أو زيد. والإبهام بمعنى أنك يعني أبهمت على المخاطب من قادم، هل هو محمد أم زيد. والتقسيم نحو قولك: الفعل ماض أو مضارع أو أمر. وأم بمعنى تأتي بمعنيين، المعنى الأول هو أم المتصلة، نحو قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. أو بمعنى التعيين، نحو قولك: أمحمد مجتهد أم زيد. وبل بمعنى الإضراب والاستدراك، نحو قوله: قام محمد بل زيد، أو ما قام محمد بل زيد. وحرف العطف لا بمعنى نفي الحكم الثابت لما قبلها، ومثاله: قام محمد لا زيد، فمحمد هو الذي قام لا زيد. ولكن بمعنى الاستدراك: ما مررت برجل جاهل لكن عالم، أي أنه مرورك لم يكن برجل جاهل بل برجل عالم. وحتى بمعنى الغاية والتدريج، نحو قولك: يموت الناس حتى الأنبياء. وحروف العطف يعطف بها باسم على اسم، أو بفعل على فعل، أو بجملة على جملة. والنوع الأول وهو العطف الاسم بالاسم، نحو قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، فالله اسم والرسول اسم، فتم عطف الاسم على الاسم. والنوع الثاني عطف الفعل على الفعل، نحو قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا، فتؤمن فهو فعل وتتقوا فهو فعل.
تؤمن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو حرف عطف، وتتق كذلك معطوف فعل مضارع معطوف على ما سبقه، وقد يعطف بجملة على جملة نحو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. فالحلال جملة اسمية من مبتدأ وخبر، والحلال الحرام بين فهي جملة اسمية من مبتدأ وخبر معطوف على ما سبقها. ونكون قد أنهينا حصتنا، إلى لقاء قادم إن شاء الله.